كذلك لوزارة النفط يعني تعاقدت على استثمار حقول غازية وتم توقيع هذه العقود مع بداية الحكومة، وهذه العقود أخذت مسارها بالاتجاه الصحيح، وإن شاء الله سوف فوق ذلك يعني احنا أطلقنا جولتين تراخيص، جولة تراخيص الخامسة التكميلية وجولة تراخيص السادسة. هذه الجولتين معظمها تتضمن رقع استكشافية وحقول غازية. هذه الحقول الغازية كفيلة بأن يتحول العراق من خلالها إلى بلد مكتفي ذاتيا من الغاز وتصدير الفائض من عنده إن شاء الله.